السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم، صحيتوا يا الخوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راني مسلم على الجميع. حمقوا لنا برك على الصوت ولا مليح؟ قولوا لنا وقولوا لنا شحال رانا. يا ربنا يا كريم. الو، 5 في 5 فاروق، صحيت جمال، خويا محمودي، زينب، خليد. سلام خويا، ان شاء الله راك بخير. ليلى، انيس، مرحبا بك. حمادي سلمت عليه من قبيل. عندي زاد كي نسيت على بانان. ايه صحتك زيد علي لابوينت. وعليكم السلام خويا. وما نعرف ولا تطلع شوية ولا تقعد هكذا في الخمسين، ولا ما على باليش. رياض، منار، رانا 58. ايه حبيت يعني لو كان يزيدوا شوية زيادة، ولا ما كاش معليش. الياس فريمان، صحيت خويا، مرحبا بك. مرحبا بكم كامل، ان شاء الله راكم بخير. حياك الله يا أخونا يزيد، مرحبا بك، مرحبا بك. سامونت كي المايونيز، إبان كو سامونت، كو سامونت، فو با لا غاتي برك، هذا ما كان. كريمة، وعليكم السلام. مولود، وعليكم السلام. رانا 63. دوك يجيو الجماعة، بالك يبارطاجيونا، بالك تطلع شوية باش ندخلو في الموضوع. نزيد دقيقة برك، ميم با ميم با، راهي 20 سكوند 60 سي بون. موشي، صحيت شيشيما، مرحبا بك. الجيلالي، تينا، نو نوتا ولا عبس هكذا. رضوان، نبيلة، رضوان، عابل ولا عادل؟ عابل، عابل، عابل. وعليكم السلام ورحمة الله. فاروق، صحيت. فوالا خلاص، دقيقة ما خلاص، سي بون. مالا كيزاليد، بونجور، ان شاء الله راكي بخير. جو سالو، نسلم عليكم. الور دونك، مساء الخير، بونسوار، ان شاء الله راكم بخير، وان شاء الله العائلة كامل بخير. راني مسلم على الجميع، ومشكورين ان شاء الله على التعليقات تاعكم والبارتاج ولا بارتيسيباسيون والى اخره، بوز انكوراجمون. كاين اللي يكتبوا لي دعاوي الخير، يعطيكم الصحه، سي جونتي كما نقولوا، تروح للقلب. وكاين اللي يجي يحرش واللي يجي يدير بروفوكاسيون واللي يجي يلعب، على بالي باللي خاصه بلي لايف اللي فاتوا كاين بزاف اللي وجعتهم شويه، كاين اللي وجعتهم، كاين اللي تقاسوا، كاين اللي مرضوا، كاين بالك جيسبر ما يروحوش حتى للسويسيد، مي ان توكا على بال بلي كاين اللي وجعتهم. كيما نقولوا، واش تنقول لكم؟ تستهلوا، تستهلوا باسكو تقبحوا، باسكو ما تريحوش طونكيل، باسكو تضلوا تبروفوكي، باسكو تسبوا، باسكو كذا. اوتوماتيكمون قلت لكم انا لي لايف تاوعي ولي فيديو يوجعوا شويه، سي تو افي نورمال. والدواء ما كاش، الدواء ما كاش، الدواء انه تريح ترونكيل، هذا ما كان. دونك سي سون امبورطونس، سي انسينيفيون الكلام اللي كتقولوه والهضره، ما عندها حتى معنى. سورتو سورتو هذوك مش عارف جماعه هكذا اللي يفول كيفاش يقولوا، يفول ديتورني لو سوجي، يفول شاك فوا يفول ديفي لو سوجي. سي تادير لا دانيير فوا مثلا، نعطيكم ان اكزومبل، الناس العاقلين كامل فهموها، كو سوا داكور و با افيك موا. هضرنا على لا ديشيونس لا ناسيوناليتي، لا ديشيونس لا ناسيوناليتي سي اون لوا كي فيز ديريكتومون دي بيرسون كي سون ا لترونجي بالاك دو ناسيوناليتي ولا، مي سي دي تريتر، سي دي جون لي خدموا مع منظمات ارهابيه.
سي دي جون اللي يخدموا مع دول عدوه، سي كلير، حاجه باينه. يجي لي واحد يقول لي سي با لي زيميغري كي اون فولي لالجيري، كوم سي اون بارل دي زيميغري. الناس اللي تكومونتي اللي تهضر كاع سي دي زيميغري عايشين في الخارج. دونك لي زابروتي كيما هادوما كي فول ديفيي السوجي، ما شغل على لا بوبال، ما تليفونديلوش. واحد اخر اللي يقول لك، واحد اخر كتب لي قال لي لير خرجوا الناس اللي خرجوا في الحراك، خرجوا بالجمعه وبالاخر، كاع سي دي زيكس الجيريان، ما نحاولهم ناسيوناليتي تاعهم. شو هذاك الحبس؟ كيفاش تربي واحد كيما بحال هذا؟ كيفاش دير له؟ كيفاش تعلمه؟ كيفاش باش تبدا؟ باش تبدا؟ دونك ماتنو هو ماشي ميم با لي الجيريان في الخارج، تما لهم في الجزائر. شوف كيفاش. فهمتو؟ قلت له انت يا كيما نقولوا حبس يا ودي، سان كونسيرن با لي مانيفيستون اللي راهم في الجزائر. انا فهمناك، مي لا حياة لمن تنادي. كاينين بزاف دي سبيسيمان كيما هادوما، دي هاد العباد هادو يعيو يعيو. مي بون، هادي هي، هادو هما كيما نقولوا، واحد يسب واحد يقول واحد ده، مي سي سون امبورطونس. انا نشوف اون جينيرال لي كومونتير الاخرانيين هكذايا، الاخرين نقراهم بعقلي هكذايا، وتاع الحباب باينين، وتاع الاصدقاء باينين الى اخره. واللي عنده راي، انا اللي نحوس ماشي هذا الحبس، نحوس على اللي عنده راي مخالف محترم. اعطينا الفكره ديالك، اعطينا الفكره ديالك، جاوب مباشره ومن غير لف ولا دوران. قلنا اسكو جزائري اونتر كيمي اللي يخدم مع منظمات كيما رشاد، اللي يخدم مع منظمات كيما يخدم مع دي زو ان جي لي سبونسوريزي ولا فينونسي بار قطر ولا بار لا تركي ولا فينونسي ديريكتومون من عند المخزن. فهمنا هاد الناس اسكو يستهلوا، اسكو يستهلوا نحيو لهم لا ناسيوناليتي ولا لا؟ لا قول لي انت في رايك، ما تروح ليش يا دروتي يا غوش كيما راهم يديروا في المانيفستاسيون بوساشي وطابو وكدا، يقول لك حبوا ينحيوا الجنسيه الجزائريين اللي خالفوهم في الراي. تكذب، كذابين انتوما، كذابين كذابين. دونك اني جايكم. دونك الموضوع تاع اليوم هو حبيت نهضر جوستمون على هاد اللي هم دايرين روحتهم ممثلين للحراك، ولكن هما ليسوا ممثلين للحراك. فهمت؟ يعني سبيطار مهابل، رانا هنا نشدوا الكلمه، نهضروا، نوجهوا مباشره رسائل للدوله وللنظام والمؤسسه العسكريه والرئيس وكذا. بصح استنى، احنا ما راناش ممثلين ديالين الحراك. الوغ جو بار دو بوملا، دو بوساشي، دو طابو، دو كدا الى اخره. حبيت نسقسيك ونسقسي الناس اللي تبع فيك واللي طبلوا لكم ويسقيوا لكم الاحرار والابرار. فهمني انت، ولا ماشي ممثل الحراك ولا ما تمثلش الحراك، علاش تهضر باسم الشعب؟ هذه الاولى، وتقول الشعب والشعب والشعب، هذه وحده. دوزيامون، علاش تروح تجري لفرنس 24 وتتكلم باسم من؟ باسمك. اوكي، قول انا بوساشي، ولا انا طابو، ولا انا فلان لافلتان، نظن بلي هاك وهاك وهاك. ما تتكلمش على الشعب الجزائري. انا جو في بارتي دو بوبل الجيريان ومن الجزائر، ما رانيش معاك، علاش تدخلني معاك في الوسط؟ جو نسوي با داكور افيك توا، ما رانيش كامل معاك، علاش تهضر باسمي؟ علاش تتكلم باسم الشعب الجزائري؟ علاش تقول 40 مليون واحد؟ سمعت واحد يقول 43 مليون جزائري، ما تحشمش انتايا، ما تحشموش. فو الجزائريين لازم يكونوا فيرم مع هاد الناس هادو اللي تتكلم باسمهم. بصح لا ماجوريتي سيلونسيوز هادي اللي ساكته رايحه تسبب لنا في مشاكل، انه انت نهضر الناس باسمك وانت راقد. لا لا خليوني، لا لا اختي وراسي، نعاودو نولو للتسعينات كيف كيف، اختي راسي، نعاودو نولو لكدا التسعين، لا لا لكدا. هي رايحه يعني، شاك فوا، شاك ايفينمون، شاك كريز،
شاك بروبليم عندنا ماجوريتي سيلونسيوز يبقى ساكتة، عندنا اون بتيت مينوريتي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاين الناس اللي تخدم يعني في الخفاء ربي يعاونهم يخدموا بلي سيت بلي كدا بلي يحبوا. من بعد عندنا مجموعة من الجزائريين ساكتين، يهضروا الناس باسمك، يهضروا الناس باسمك. انا كي ندخل، انا كيما البارح برك صباح كنت في العشية استغفر الله ربي، دخلت القهوة مع واحد انا نقصرو، سمعت الناس في الكونطوار يهضروا يقول لك علاش علاش هم يديروا هكذا، علاش هم يقولوا هكذا، علاش هم يقولوا هكذا. قلت له باسكو انت راك ساكت، اسمح لي، قلت له انت راك ساكت واش تحبني ندير لك، اخرج اهدر عيط وزقي وقول باللي ما تهضرش باسمي. قال لي انا جي باك صافي، قال لي نروح نخدم، انا عندي خدمه، عندي الدراري نوكلهم. قلت له هنا غلطتني، قلت له بصح الناس راهي تهضر باسمك، قلت له هذوك الناس يلحقوا لهم دراهم الله غالب، عندهم شكون يفورني عليهم، انت ما عندكش، مي ما تخليهمش يهضروا باسمك. هذه هي دونك لي جون سون كونتر مي ما يفون ريان، يديز ريان، متاكلين متاكلين على الناس اللي تقوم بال صحيت حمد مرحبا بك، تقوم بالعمل، وما راه هو راه يخدم من حقه على كل حال، انسينيفيون هذو لما يهضروا، ولكن ما لازمش نسمحوا لهم يهضروا باسمنا. كيفاش انت يا بالطابو تهضر، تروح للفرنس 24 تهضر وتقول كلام لا محل له، يعني تفيد لا ديفاماسيون، تخرط وتهضر وتكذب، يعني الهضره ديالك عجب على بالك، سي انكرويابل، سي انكرويابل. تقول ا مومون دوني طابو واش يقول، يقول ا مومون دوني حنايا الحراكيين ما عندناش لو دروان نجوزو في التلفزه الجزائريه، تكذب انت كذاب، التلفزه التلفزيون الجزائري كامل بالقناه ديالو سواء الوطنيه ولا الخاصه حب تجوز، تجوز على روحك انت اللي تجوز الاول، انتوما قلتوا ما نجوزوش عندهم، وقناه قناه شياتين وما نخدموش معاهم وزيكو ما نعرف كيف، انتوما ما حبيتوش تجوز وما حبيتوش ديروا الحوار وما حبيتوش ديروا ديالوج وما حبيتو والو، تكذب هذه وحده. دوزيامون تقول فرونس 24 تقول لهم في قناه مانيش عارف واش من قناه جاز ارهابي، يعني الجزائر جوزت ارهابي يهضر، فهمت يعني، قلت انت فرونس 24 قلت لهم احنا الحراكيين ما خلوناش نجوزوا، الوغ كو خلاو ارهابي يجوز في التلفازه، لا 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 ما خلاوهش يجوز في التلفازه، الارهابي هذاك حكموه باش يدير دي تيمونياج ديريكتومون في لا تيليفزيون، مي الارهابي قبضوا عليه، قبضوا عليه الارهابي، راه في السجن، راه في الحبس، يخلص الشيء اللي داروا، ولكن جوزوه في التلفازه باش يحط التيمونياج ديالو، ما جوزوش باش يهضر، ما دارولوش ايميسيون. علاش تكذبوا؟ علاش بو فات لا ديفاماسيون بعد تقولوا احنا سياسيين؟ ما راكوش سياسيين انتوما، كذابين كذابين. بوساشي سمعتو يضرب على الناس اللي يلغيسك لا ديشيونس دو لور ناسيوناليتي، قال لك هذا القانون تاع الجنسيه، الجنسية الجزائرية اللي ماتوا عليها الشهداء، جوستومون الجنسية الجزائرية اللي ماتوا عليها الشهداء كيفاش تتوسخ، كيفاش تتلطخ، وكيفاش تتخمج. ما عند الناس راهم يخدموا مع منظمات إرهابية، ما على بالكش انت بلي منظمات إرهابية، انت وينك عايش، انت وينك عايش، وين عايش هذا بو ساشي وبو شاشي، وين عايشين هذوما، وكيفاش كيفاش. دونك هاد لي كيستيون كامل اللي فوس لي بوزي الخو، انا هضر خاصة مع الشباب، يفوس بوزي هاد لي كيستيون هذوما، لازم تتساءل مع نفسك ا بارتير دو مومون وين تو تبوز با لي كيستيون، معناتها انت كبش راك تطبع وراك تصفق، غير يهضر زعما تقعدوا كاع ساكتين وراكم تسمعوا فيه، نو نو نو، سقسيه، تاع الدروا بوزي دي كيستيون، سقسيه، قولوا عمي بوصاشي حبينا نسقسيوك، قلنا ديجا اولا الكتاب اللي هضر عليك بلي ديت دراهم وكنت تخلص من عند لاناد وتخدم على لي زو ان جي دوبوي ديجا تري لونتون، اون ديزان داني، فهمنا الدراهم هذوك وين راحوا، وعلى ما قلت لناش، وهل مازالك تمارس نفس السياسه هذه اللي تخدم مع لي زو ان جي، هذه وحده. ثانيا حبينا نسقسيوك، هاد الناس اللي تخدم مع منظمات ارهابيه راك داكور معاهم، انت تخدم معاهم ولا ما تخدمش، اسكو تو داكور معاهم ولا داكور ولا لا، لا فهم، لازم تبوزيو لي كيستيون، لازم تبوزيو لي كيستيون. دونك انا حبيت نعطي لكم في هاد اللايف هذايا خفيف ظريف واش هم حابين يديروا، بتواطؤ وبافيك لا افيك لو سيلونس
avec l'abrutissement, avec les débilités, tu as le démocrate toujours et pour toujours. Le démocrate est toujours là pour masquer, pour يعني كيفاش يقولوا باش يدير الفيرني. هادو ما يصبغوا راك تسمع، هادو يصبغوا والديمقراطي يجي يدير الفيرني، يضرب الفيرني باش يردها تبريد. جيو لي انا بالتعليقات، يجي لي يقول لي كومون تو بو اتر كونتر لا فولونتي دو بوبل ماشان، فهمت كيفاش؟ يهضر شغل ويدير لا بويزي ويهضر كذا شغل، فهمت؟ مغنية هكذا في ستار اكاديمي، ولا يجي يتغني لي عندي قال فوالا لا فولونتي بوبولير تو ديفون لو بوفوار، لي ميم زارغومون، الهضره واحده اللي تنقال دوبوي 50 عام، ولا ما يحشمش هضره كيف ما يتبدلش، اوكون استراتيجي، اوكون ريفليكسيون، اوكون بونسي، اوكون انتيليجونس، اوكون ارغومون فاليد ولا سوليد ولا بازي سور دي في ريال اون سو مومون تو سويت لا ميتنون على لاكتواليتي. نو كومون تو في وكذا، اون دوا دوني دي ميداي سلاله ماشي، واحد الهضره واحد البريمي واحد انكرويابل. هو ويشوف بورتون باللي العصابه راهي في الحبس، سلاله ويهضر عليها وفي السجن دو كوا يبار، وينهم عايشين؟ وينهم؟ واش كيفاش يخموا هاد الناس؟ دونك هاد الديمقراطي هذايا واش يدير؟ يغمض عينه، اسمعني مليح واش نقول لك، يغمض عينه على الارهاب، يغمض عينه على رشاد، يغمض عينه على اللي زوانجي، يغمض عينه على التطبيع، يغمض عينه على المخزن، يغمض عينه على كلش. تو لوي فا تري بيان، ما عنده اوكان عنده بروبليم معايا انايا الوطني الجزائري، لاني خايف على بلادي ونضرب على بلادي، عنده غير مشكل معايا انايا برك، انايا برك اللي نسخن له الفرفاره، الاخرين ما تسخلوش الفرفاره، يخدم بيان تياد تمبيراتور امبيونت بيان بيان ريغلي، اوكان بروبليم. كي تقول له بوساشي وتقول له عسول وتقول له فلان وفلان خدموا مع لي زونجي وخلصوا دراهم باش يخدموا باش يديروا هاد باش كيفاش يقولوا باش يديروا هاد سو جور دو براتيك دو ترافاي سور لو تيران باش ينوضوا الشعب اكسيتيرا، سا لو ديرونج با. كي تقول له بلي عبد السمار افيك لي فيديو تاعو ديفاماسيون مونسونج فيك نيوز وما نعرف كيفاه، تقول له بلي او خالص مع المخزن وخدم مع المخزن ديريكتومون، هو يقولها بفمو دو سا لوي فا بيان، يقول لك نو ما وي بون نو سي با اي فو با ريتي، عنده هذه اللعبه هذه. كي نجي له انا نقول، كي نجي ليه نقول له انايا انا راني مع الجزائر حبيت نافونسي، راني مع الرئيس الجمهوريه ومد الوعود، رانا نستناو الوعود، الناس هي تخدم ما يتافونسي، كاين مشاريع في الميدان، راني واقف دائما وابدا مع المؤسسه العسكريه اللي تضحي على البلاد وتخدم على هذه البلاد، راني معاني نسوتني في الامن اللي راهو تعبان بين كورونا بين حراك بين، كي تقول له هذه الهضره يمرض يمرض، يقول لك نو، يقول لك تو ديفون لو ريجيم كدا ديكتاتور ماشان الاخر. فوالا كي تقول له وين راهي لا ديكتاتور ما عندوش، واش يقول وين راهي لا ديكتاتور؟ فاش وين راهي لا ديكتاتور؟ اليو يقول لك ما كاش ما كاش. كي تقول له باللي الناس اللي خرجت راهي تهضر في كلام خطير وراهي دير لا بروفوكاسيون ديريكتومون وراهي دير كيفاش يقولوا دي ديكلاراسيون دو غير وراهي تتهم الامن والمخابرات الجزائريه واللي سيرفيس دو رونسانيومون والجيش وبدا تتهموا بالارهاب وصوالح بحال هذا، مات سا لو ديرونج با، سا لو ديرونج با. واش يسنى؟ يسنى سيدو امير ولا زيطوط يدير له لايف العشيه باش يقول له واش يقول، ويسنى بالجمعه بوساشي وبقفه وبكذا، فهمت؟ باش يدير له التحليل في الحراك باش يسمع واش هو يقول. هذه هي مثلا طابو قالوا له باللي هو بوساشي، قالوا له باللي يا ودي في الحراك كاين كلام خطير راه يتنقال، دونك انا ماشي انا اللي نقول لك كلام خطير، مام حراكيين راهم يسالوا هاد الناس لهم دايرين روحتيهم ممثلين للحراك
راهم يقولوا لهم مباشرة باللي كاين كلام خطير راهو يتنقل. وشنو هو؟ راهم يتهموا الدولة والأمن والحكومة والجيش وكلام، يتهموهم بالإرهاب. وشنو هو القول ديالك؟ طابو ما يتخباش، طابو أنا يعجبني يعني يروح مباشرة عنده رفد الإعلام ديالو، رفد الإعلام ديالو، طابو يهضر ديريكتومون. أنا جو نو با باش يهضر ديريكتومون باللي راهو ضد الجيش، باللي راهو ضد المؤسسة العسكرية تاع بلاده، باللي ضد بلاده، باللي ضد وطنه، ويروح ديريكت يضرب الشيتا الفرنس 24، ويضرب يضرب الفرنسا ويضرب الكامل. شوف يجيو ليه واش يجيو ليه، يروح معاهم ما عنده حتى بروبليم، ما عندوش. واش يقول؟ يقول باللي الناس هذه اللي يتندد بدولة إرهابية ومخابرات إرهابية، يقول لك حنا حراك متنوع وكل واحد واش يقول. وقال لك هذا الشيء تتحمله الدولة. علاش؟ لأنه على حساب واش صرا مثلا لهذاك النقاش، هذاك نقيش وهذاك درنون ولا ما يشعب. قال لك راهم تعذيب، قال لك غير تعذيب. دوكا جبدوا لنا كارطة جديدة يا الخو، جبدوا لنا كارطة جديدة وهي التعذيب. دوكا اللي كيتسمع الهضرة ديالهم، راه يصرى التعذيب على هاد الناس اكثر من واش دارتو في فرنسا في وقت الاستعمار. ما مشوا هذا الله يرحمهم، ما تعذبوش هكذايا. واحد قال لك 10 سنين 10 سوايع هما يعذبوا فيا، هو كان عنده ساعه برونشا الكرونو، دا الكرونو وبدا ان دو كدا من اوب 4 مينوت 5 مينوت كدا. واش قال لك واش داروا له؟ داروا له التريسيتي، وداروا له 380 فولت، وضربوه بلا اوت تونسيون، بعد ضربوه وضربوه بوسمو، بعد داروا له وقيله شاليمو، ومن بعد جوزوه في الفور، ومن بعد مانيش عارف واش داروا له 10 سوايع هو يكرونوميتري. وحكى لهم تيمونياج ولا الاخر كيف كيف، باسكو مانيش عارف باسكو علاش نقاز دخل الحبس. قال لك جوزت بيان زيد كامل اللي دخلوا للحباس، قال لك جوزنا مليح. نكاز فكروني شكون اللي دخل الحبس، قال لك عاملوني مليح. بزاف بزاف ناس هكذا دخلوا، قال لك ولا احترمونا وقاموا بينا. يا هو كان بروبليم كاين هدايا نقيش هدايا، قال لهم فيولوني برضو انا كيشتو ماشي بلوندا او زيو بلو ولا شون، ما فهمتش فاش فيوليوه. قال لك فيولوني كاع هادوما جوزو بيان، غير لحقوا ليه شغل لي زون ايتي انكاباب دو سو ميتريزي باسكو سي مانيش عارف، واش فيه. دونك سي غراف، دونك انا فهمت من بعد، دير التحليل ديالك البسيط، فهمت من بعد باللي حبوا يجبدوا لنا لا كارت تاع لا تورتور ولا كارت تاع تما التعذيب ولا لا مالتريتونس ولا فيولونس اكسيتيرا اكسيتيرا. علاش؟ على بالهم باللي بيان سور ما مش رايحين يخليو دول خارجيه تجي دير لونكات ولا صوالح بحال هادو. فهمت كيفاش؟ دونك يهضر هضره ويمشيها. مي اتونسيون، هذاك وليد نقيش ولا اسمه ما قالش هو بفمه بعد ما تلسانه، ما قالش بلي فيولوني، وما قالش بلي قال لك جيتي مالتريتي سبوني، قال ما قالش حاجه واحده اخرى. هذاك الدرنون كيف كيف الناس في لي ريزو سوسيو راهم يعوجوا في الهضره. الدليل على هذا امير الخامج، هذاك امير الكلب تاع زربوط وتاع رشاد، راهو يقول للطابو، راهو يقول له يرحم بابك قول واش صرا لك في السجن. وطابو ماهوش يهضر، ما قال والو طابو. طابو بورتون راهو يهضر عند فرانس 24، راهو يهضر بارتو، ما قالش باللي لايتي تورتوري. مي امير راهو يقول باللي لايتي تورتوري. دونك هما من يلعبوا لو تو بور لو تو باش يخدموا بهاد لاكارت تاع التعذيب، الور كو واحد ما عذب الاخر. على بالهم هم، على بالهم. سمعت انا غير كيما يا شوفوا انا على حسب التحليل ديالي تفهموا كامل، ايزون ايتي كامل داكور، ايزون كومبلوتي، داروا ان فري كومبلو كونتر الامن الجزائري. انا قلتها لكم هذه خطره نعاودها لكم باسكو سي لا بيس ميتريس، هذا هو الصح. هذه الامن هو لو يخدم، الامن هو لو يعس، الامن هو لو سهران، هو لو ياخذ ضربه. دونك
كانوا حابين داروا ان كومبلو كونتر الامن. قال فوالا اون فوا لي زاكوزي دو تريتريز، ناكوزيوهم باللي عبيد، ونقول لهم باللي تعذبتونا، ونقول لهم باللي ضربتونا، وسنا نروح ليهم نطيح في الارض، وسنا ندير فيلم، وسنا ندير سينما. سي ان كومبلو. وهذه بيان سور باش يضربوا في المعنويات تاع المؤسسه الامنيه وتاع الجيش بصفه عامه، باش يدخلوا الشك عند الناس. على بالكم احنا كاين بزاف عندنا الكباش تقول له فيول، يقول لك اه وي صار، ويمشي الهضره ما عندوش بروبليم، فهمت؟ ما يطلبش الادله، مازال ما لحقناش لواحد النضج، نضج سياسي وفكري وثقافي باش نهضروا مع الانسان هذايا ونقولوا له كيفاش، اسكو راح عند الميدسان، اسكو درتوا لونكيت، اسكو عندكم دي بروف، اسكو كيفاش. بورتون هاد العفسه تاع التعذيب جديده ما نعرفوهاش حنايا، ما كاش واحد دخل السجن وقال باللي ادبوني وداروا لي وكذا. المحبسيه سي بوسيبل يضربوا لداخل، من الامن جامي درنا ليك. الامن الجزائري، امن جزائري في حل، واش بيكم امن جزائري في حل؟ لا بروف تقدروا تشوفوها بوندون دو زون تاع حراك، تاع حراك لو كان صح تاع لا فيولونس، تشوفوا لا فيولونس تاع الصح، ما كاش ما كاش. دونك حابين يديروا هذا لو كومبلو باش يضربوا، باش سونسيبيليزي لي زوتر الجزائريين، الجزائريين الاخرين اللي يسمعوا. بيان سور الدول العدوه راهي تخدم لهذا الشيء، لي فيك نيوز، لي باج فيك، يعني لي كونت فانتوم هذوك اللي ياخذوا ليدونتيتي الجزائريين. بيان سور تاع الخارج يزيدوا يضربوا، يزيدوا يروجوا، يزيدوا يروجوا. انا ندوخ انايا كي نسمع مثلا في فرنسا كيخرجوا بديمونش ولاندي ما نعرف وقتاه، يبداو يقولوا فيول تورتور بازي سور كوا، سور ريان، اوكين بروف، اوكين بروف، والو، اوكين بروف، اوكين بروف. هذه هي هاو ليك، هاي ليك لا ريفولوسيون اللي راهي تاع الجزائري تاع 2021. هاي ليك اون 2019 لو 22 فيفري خرجوا الناس باش يغيروا النظام، وضد النظام تاع بوتفليقه 20 سنه، وكونت لو سانكيام موندا تو تي تي كيما نقولوا حنا ريغلو كلش منظم، حاجه باينه يا الخوا، حاجه يعني بديهيه، شغل سي تو تافي نورمال. هكذاك كنا خايفين وكنا حابين ممثلين بالخف، وكنا مي لا لا سي اوتر شوز، لا سي كومبليتمون اوتر شوز، خلاص ايزون ديروتي كومبليتمون، ما مش كاع في الطريق، ما مش كاع في الطريق. C'est une déclaration de guerre, ya khawa. Hadi, c'est un complot pour la déstabilisation de l'Algérie. Ma kan hatta hadra wahed okhra. Kan hatta wahed okhra. Kan li yqoul lak la la w ma tqoulouch bli dowl, ma qulnach dowl kharijiya. Dowl kharijiya, smaani mlah. Kan li ma fahmchouch ch ma3ta dowl kharijiya. Bon, nrouh hak w hak bach nreponde chouya chouya la chi li qrayto f Facebook. Dowl kharijiya, c'est vrai qu'elle intervient. T'as qui connu des abrutis, par exemple, quand t'as les t'as t'as tombé là-dedans. Là oui, il vient te donner un coup de main. Qu'allez chaque habit dire. Qu'allez na ya, ani hna, ou habit de trier le Jazeera ou la dictature ou quand même non mais là, c'est ça, on a un. Ça demain, c'est ça. Qui est quand t'as kibsh, quand t'as habit, t'as t'as tombé là-dedans, ou est-ce qu'il y a un. Y a aucun, parce qu'il m'a dit, en Libye, en Syrie, en Kam. Femme, tu peux dire qu'il y a un mouchatat petit, tu peux dire qu'il y a, femme, tu as mis le. هذاك الكاشي هذاك تاع الديمقراطيه والحريه وكذا، كاع كلش خرطي، كلش خرطي، كلش. باسكو كيما البلدان الاخرين بعد ما يتحطموا الدميسيل والنار وتشعل والبلاد تتحطم وتتهدم وكذا، من بعد تولي تبكي على لي مومو هادو اللي انا عايشين فيهم في استقرار وفي امان، وعندنا رئيس جمهوريه راهو يدير راهو يخدم راهو يعمل. مانيش نقول لك راني معاه 100% ولا راني نعبد فيه ولا راني مانيش، نو. Il y a un président à la tête du pays, il est en train de prendre des décisions et faire un travail. On juge son travail. Si le travail d'Elo n'est pas bon, eh ben, il va être remplacé, ou l'un des rôles, il y aura les élections, il y aura l'autre, il y aura voté, il y aura l'autre, il y aura l'autre, il y aura l'autre. C'est la démocratie, c'est la politique. Vous avez aimé le travail. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez écrit dans le titre? Rien ne change. C'est bizarre, hein? C'est drôle. Je vois les vidéos, je vois, je vois. Subhanallah, je dis subhanallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je dis, comment ces gens ne se changent pas? Les clams qu'ils ont dit en 2019 et 2020, fin 2019,
و2020 ما زالهم يقولوا في 2021 بوما لا ما يتبدلش، ما هضر ما قال باللي لازم نديروا سياسه، ما قال باللي كذا، ما والو. طابو كيف كيف ما والو. دوكا احنا عم بالنا باسكو احنا الجزائريين بصفه عامه، ما من الناس اللي معاهم واللي كاين اللي جبدوا روحتهم وكاين اللي مازال ما جبدوش روحتهم، واش كانوا يقولوا لهم؟ il leur reprochait de ne pas avoir un programme ou une stratégie ou un travail politique, que ce soit sur le terrain ou là, مع النظام ولا الحوار ولا النقاش ولا ممثلين للحراك ولا مترشحين للانتخابات ولا اي شيء اللي يقدر يشد اللي يقدر يبازي عليه باش يكمل الحراك ديالو. قال لك ما عطيتونا والو بوندون شحال، ولاجيري افونس، الدوله راهي تدير اجراءات، الدنيا الاخر وانتم ما درتوا لنا والو. سمعت دونك الناس هكذا كانوا يقولوا. انا واش كنت نستنى 2021 مع اللي خرجوا زعما عولوا كذا؟ بيان سور ils ont fait un travail de fond sur les réseaux sociaux، ils ont sensibilisé كامل الناس اللي عندهم مشاكل، واحد عنده السكنه واحد عنده جده، خرجوهم كامل الشارع. صح انا كنت نستنى 2021 يورا فريمون ان ترافاي بوليتيك بومالك يهضر يقول لك احنا معولين نديرو هاك وهاك وهاك. طيب بوساشي كيف كيف فينالمون ما كان والو. اكثر من هذا اكثر من هذا، بوساشي دوكا ويدعي للتصعيد. انا عمي شي الدراري الشيء اللي كانوا يديروه تشيتوان صغار في 2020 و2000 واواخر 2019، تشيتوان هذوك في الفيسبوك تصعيد اي نديرو اي نصدمو في الشرطه اي نديرو، هذاك بوساشي هو لو يقولوا قال لك لازم نديرو تصعيد ولازم نشوفو حل بور فير بلوس دو بروفوكاسيون بور فير بلوس دو بروي باش الناس باش تصرا فوضى في البلاد. قال لك الدوله ما راهيش تسمع طلبات الشعب. ابون سي درول، كيفاش ما تسمعش طلبات الشعب؟ منين تسمع طلبات الشعب؟ من الشارع؟ منين تسمع؟ وشنو هي الطلبات؟ قولها نتايا. ما كاش طلبات، هو طلبات ديالو ما كاش، ما كاش، ما كان حتى طلبات. طلبات ديالو هو اسقاط النظام والمرحله الانتقاليه ولا المرحله تاع المجلس التاسيسي ولا كلام بحال هذا. اذا ملخص نفس الكلام ونفس الهضره لم يقولوها جماعه رشاد والمنظمات الاخرى والتجمعات تاع الفيسبوك ولي زونسيان تاع الفيس ولي زونسيان تاع الارهاب والمغاربيه وجماعة بوشنوف وبن كدا الحركة هادو، كامل نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. واش تفهم من هاد الشيء؟ تفهم كي يقول لك لا لا هاد القانون تاع الجنسية ما لازمش يكون، تفهم بلي يدافع على الناس اللي راهي معاه صحابه وحبابه. يا اخي انت راك عايش في الجزائر، فاش تتقاس انت في هاد لافير؟ بوكوا فو فو سونتي فيزي؟ علاش دي جون سو سونت فيزي؟ هبلوا 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 الناس بهاد الضربه تاع لا ديشيونس لا ناسيوناليتي، تقاسوا بزاف من هاد ليكيب. علاش علاش انايا نقول لازم الدوله الجزائريه والناس المعنيين بالامر لي ريسبونسابل يفو كي بران دي ديسيزيون فيرم. اضرب 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 اضرب، رانا معاكم يا شبيكم، اضرب اضربوني ديغيغ فو، اضربوني ديغيغ فو. ناحيه ناحيه الجنسيه ما تقصرش ما تسقسيش، نحي بيان سور انكور اون فوا نبريسيزيو الحابسين عقليا اون بارل دي تريتر. ولا انت ماشي خاين، علاش يغير داك الحال؟ كاين اللي جاو ليا كتبوا لي غادهم الحال. صافي عندك شك في روحك انت. هم الناس كامل اللي كومونتي دير دي بوبليكاسيون بارطاجي لي فيديو عايشه في الخارج في فرنسا في امريكا، ما عندهمش مشكل وراهم مع هذا القانون. انت فاش تتقاس نتايا؟ فاش تتقاسوا؟ عندكم بروبلام، عندكم بروبلام تقستوا. دونك سوا راكم مع هاد الناس اللي يخدموا مع منظمات ارهابيه، سوا راكم تخدموا ان كولابوراسيون، سوا راكم معاهم، سوا راكم تايدوا فيهم ديريكتومون انديريكتومون، سوا مانيش عارف بالك شوف تحت اخرين بلو غراف ما نعرفوهمش. دونك يا خويا ولا تقستوا دبروا راس دبروا انسانكم، حنا ماشي مشكل تاعنا. دي مليون دالجيريان راهم في الخارج، اللي راهم يكومونتي ولي راهم في الانترنت ولي راهم كاع راهم في الخارج،
انا بالك نسبة كبيرة، كاع نقول لك واحد 70% كاع راهم يكومونتيو وكاع راهم يخدموا يهضروا من الخارج، ما عندهمش بروبليم. يقول لك وي اضرب، يقول لك وي انا في فرنسا عايش في فرنسا، وتحيا الجزائر ونحيا الوجد لا ناسيوناليتي تاعو ونحيا كاع، يعطيها لك من الاخر ما عندوش بروبليم. علاش؟ لانه خاين، خان الوطن. عندنا الحق نحميو بلادنا، نحميو وطننا، عندنا الحق نرازيوك من نحيو لك ناسيوناليتي، ما تيكزيستيش عندنا، ما نسحقوكش، ما نسحقوكش. اي تو قليط انا لو كان انا صافي لونتون سمعتو دار لايف البارح، شفت دقيقه قبل سمعتو البارح يهضر على الجنسيه وكذا، راه يضرب. سمعتو يهضر على الجنسيه وكذا، ولا كل مهبول شبيك على بالو بلاي رايحات له. اي تو قليط والله غير حالك انت، نحلف انا بون انا جو سوي با لو ريسبونسابل، سي با مو كي ديسيد وكذا منا، بصح صدقني والله غير نحيالك، والله غير انت الاول يا ايتو قلب، والله تروح تولد عند انجيلا ميركل، تولي تروح الكوميساري دي دروا دلون، تولي تبكي جبي، قول لهم نحاول لي ناسيوناليتي. ايه قولوا لك مالا، روح روح يا ماما، روح روح تشرب الحليب، روح يعاودوا يبعثوا. فوالا سي سي سا سي سكو فو ميريتي، خوان انتوما مرتزقه، انتوما مرتزقه. Et bien sûr, je ne parle pas d'Azéline, Mouatadiline, on a khatine, je ne suis personne pour généraliser. Je ne parle pas, je ne vise pas les personnes qui ont été khatine. Il a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec Sahyoun, l'Allemagne, les Nations Unies, il a Macron, كلهم كاع قاعد بيا انت انترناسيوناليتي الجزائريه مازالها عندك. يو صافي لونطون اللي نحيتها لك، انا قديمه تقول الحكايه قديمه، انت خلاص ما تيكزيستيش، راك تهضر وحدك. سا سي بيان، سا سي اون بون ديسيزيون. الجزائر لازم تنتقم، الجزائر لازم تضرب، خلاص ما كانش الرحمه دوك، ما كانش ما كانش. والجزائريين اللي راهم في الجزائر اللي راهم يخرجوا غير افواغ افيك سا، يحب يخرج او يخرج، سي بيردو دافونس. يعني كلام يقول لك الانتصار، واش تنتصر؟ تنتصر على بلادك، حابسين دوما ولا غير حابسين، انتصار والاستقلال. بوما لا يفهمنا، بوما لا كان يدير لنا دي مقبل سمعته، كان يدير لنا دي شغل تفسير تاع الكلام هو سي لو ديكسيونار تاع الحراك، ما الناس لي مانيفيستون يهضروا كلام شعارات وكلام وكذا، هو يجي يدير لنا يعني لي زيكسبيكاسيون، يدير لنا التفسير، هو التفسير الحيران، فهمت؟ بومالا هو اللي يدير التفسير. الو الكلام هذا كلام يقولوه تاع الاستقلال، هو جاي يدير التفسير ديالو، قال لك يعني تفسير سياسي، يعني معليش كيقولوا استقلال، حرام، عيب عيب في بلادك كجزائري تقول الاستقلال. ما كانت استقلال سياسي، ما كاش الاستقلال، هو بلادك تكون مستعمرة. الحمد لله بلادنا ماهيش مستعمرة، ماهيش مستعمرة، انتوما اللي راكم مستعمرين، وزاد كولونيزي في لسانكم، في لسانكم. بومالا على بالكم من 2010 هو وحاب يخرج الشعب الجزائري الى الشارع، كان مع الربيع العربي، كان مع الخريف العربي، كان مع الشتاء كان معاهم كاع، هضر في البرلمان الاوروبي، هضر في الجزيرة. شوفوا الجزيرة هذاك الوقت شاركت في تحطيم الأوطان، شاركت في نشر الأخبار الكاذبة لي فيك نيوز اللي كانوا صغار هذاك الوقت. فات فو ريشيرش اون 2000، احنا درنا حرب إعلامية، حرب في اليوتيوب بهذوك الإمكانيات الضعيفة اللي كانت عندنا باش نفيقوا ناس ضد الجزيرة هذاك الوقت، سيتي اون 2011، هي اللي شاركت في تحطيم الأوطان وتحطيم البلدان، سوريا، تونس، ليبيا، العراق، كامل هذه البلدان، الجزيرة هي. وبما لا يروح يتمتم، يروح يجري للجزيرة باش يهضر. الجزائر والجزائر الديكتاتورية وهذه ومنا، كان مع الربيع العربي 100%. يعني لو كان سمعنا لهذا بما لا هدايا في هذاك الوقت، نهضر مع الناس اللي يتبعوا فيه دوك، يهديهم ربي.
باللي لو كان سمعنا له هذاك الوقت، لو كان بلادنا راهي كيما سوريا دوك، لو كان بلادنا راهي كيما ليبيا دوك، سمعت؟ وبالمشاكل اللي عندنا مع بلدان اكوتي، يعني جيوغرافيكمون، يعني البلدان اللي دايرين بينا، وعندنا مشكل مع فرنسا، وعندنا بلدان واحد اخرين. لالجيري نيكزيستو بلو، لالجيري ما ولاش تكزيستي، ما كان حتى سياده وطنيه من بعد، خلاص تصرى حرب اهليه ويجي يعاونك. هذاك الوقت خلاص، هذاك الوقت لوطون كانت في الطياره وتجي، ما عندها حتى بروبليم. انتم دوك تجيو تسمعوا وتقولوا لي بلي ما كاش منها، وقت تخلع فينا وتهضرنا على لوطون وتهضرنا على هكذا. هكذا كانوا يهضروا في سوريا، هكذا كانوا يهضروا في ليبيا، كانوا يقولوا ما كاش منها. فات فو ريشيرش، حوسوا على الفيديو اللي قدم في البلدان في 2011، في الوقت وين كانوا الليبيين والسوريين والتونسيين كانوا في فرنسا بارتو، كانوا يهضروا ويقولوا ما كاش منها هذه ضربت لوطون، ما كاش منها وكذا. قوم بعد حتى شافوها بعينيهم، شافوها بعينيهم الاعلام تاع فرنسا في الشق في الارض تاع ليبيا تاع الليبيين، البيترول يتقاسموه، الليبيين يدوكا يديو يا ربي 15% من لي روفنو تاع البترول وتاع الغاز وتاع كذا وتاع كذا، وهذوك لي 15% كامل دي سي دي تيروريست تما، كاع بالسلاح والكحول والدنيا والقتيله والفيول والاسكلافاجيزم والدنيا كاتاستروف راهي. وقتاش تولوا لعقولكم؟ عندكم بلاد، عندكم وطن، عندكم جيش، عندكم امن، عندكم رئيس، عندكم دراهم، عندكم بترول، عندكم غاز، عندكم كذا، كيسكو فوز اتوندي بور ترافايي بور كونستروير؟ واش اكو ديروا؟ واش اكو ديروا؟ واش اكو ديروا؟ واش اكو ديروا؟ فهمناكم، قلنا لكم بلي كاين اعداء الوطن راهم يخدموا في الانترنت، ما حبيتوش تفهم، ما حبيتوش تفهم. الرئيس عبد المجيد تبون قال لكم ديريكتوم في خطاب في التلفازه، قال لكم 98% المخزن هو لو يحرش او داير دي فوكونت او داير مواقع الكترونيه مزيفه. سي اون بروف ايريفيتابل باش تعرف بلي جماعه امير وجماعه كذا هذوك كاع راهم مؤيدين من عند المخزن. سي اوتوماتيك، سي كلير، راهم بارتو، راهم بارتو. بلادو ما يخدمهاش. المشكل تاعو والبروجي تاعو هو تحطيم الجزائر، هذا ما كان. دونك انا سمحوا لي، واش حبيتو دي بروف بلوس كو سا؟ كاسبيرسكي يقول لكم بلي كاين دي لارمي فرونسيز تخدم افيك دي فو كونت او نون دالجيريان بور فير لا بروفوكاسيون بور ديتروير لالجيري بور كدا بور كدا. واش تحبوا نقول لكم؟ الحراكيين شفتوهم يضربوا بيناتهم، هذا يجبد لي الدوسي على هذا. واش تحب شكون تما انتوما في بالكم؟ انا نخلي بلادي ونخلي وطني، نخلي الامن تاع بلادي نسبو ونعيط معاه وكذا، نخلي المؤسسه العسكريه تاع بلادي تاع وطني الناس اللي يضحي شبابهم يموتوا لحمايه الوطن وكذا، نخلي بلادي، نخلي الرئيس الجمهوريه لو يهدر لو يخدم. ورانا نتسناو في البلد. رانا احنا رانا على بالو بلي الشعب كامل راهو يتسنى بالريق الناشف على الامور الاجراءات والقرارات والاصلاحات اللي راح تكون في الجزائر، ما راهو يخدم اوبليجي يخدم. نخلي كاع هذا الشيء ونخلي وطني وما نخدمش بلادي، ونجي نعيط معاك ونكسر البلاد ونعيط وندير فوضى ونعيط للونيو ونطيح ونرد روحي كذا ونقول لهم داروا لي وداوني وفيولا. هذه هي لا بوليتيك تاعكم. مي نو، مي نو، خديتو طريق خامجه، خديتو طريق خامجه. كاين اللي على بالي بلي على بالهم بلي خداو طريق ماشي مليحه. كان على بالي باللي خداو، عرفوا اللي خداو طريق ماشي مليحه ولاو لعقولهم بون بلا عقل برك، معليش ما يوليش العقل بالخف، ولكن كان اللي فهموا باللي كاين الناس كانوا يشاركوا في السياسه، كانوا الناس في الفيسبوك، كانوا بزاف اللي عرفوا باللي حراك مخترق 100%، عرفوا باللي الناس هذه اللي يتمشي في الحراك ولا يتمانيبولي في الحراك ما راهيش ناس يعني لا يحب خدمة الوطن ولا يحب. تقول لي انت الحراك هو الحل، في الحراك يعيطوا ويقول لك الحراك هو الحل، بوساشي يقول لك الحراك هو الحل، بومالا الحراك هو الحل. ما هو الحل؟ قول لي ما هو الحل. اهدر للجزائريين،
كفاكم بركاكم استغباء للشعب، ما تمسخروش بالناس، ما تمسخروش بالشعب. جاوب 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 جاوب، قول للناس ما هو الحل. الحراك هذا واش جاب حل؟ هاو الهضره المسقمه، هاي الهضره المليحه. واش من الحل اللي جابوه؟ واش من الحل؟ واش من الحل؟ راكو تحوسوا على الصعيد، راكو تحوسوا على بروفوكاسيون، راكو تحوسوا على الاصطدامات مع الامن، راكو تحوسوا غير على الفوضى، راكو تحوسوا على المشاكل. هذا ما كان، ها واش راكو تستناو باش يجيو سيادكم يسلكوكم ولا يعاونوكم ولا يصوروكم ولا مانيش عارف. سي تو، ما عندكم حتى حل سياسي، ما عندكم والو، وكلش كذب. تقولوا باللي الرئيس عين وداروه منا، الرئيس حنا فوطين عليه، الجزائريين فوطوا عليه. دي زالجيريان ا ليترونجي، لو كان في الجزائر نقول لك في الجزائر زون ايتي مانيبولي. فالي دو ليترونجي في كامل القنصليات الجزائريه في كامل البلدان، في فرنسا في كامل فوطوا على تبون، وفوطوا كان اللي فوطوا على واحد اخرين بكل حريه. اي سو سون ساكريفيي، دي زالجيريان كبار وصغار، شيوخ عجايز، ساكريفيا وروحتيهم، سبوهم، تعدوا عليهم باش يفوطيو. تقولي انت يا عينوه العسكر وداروه، شد الكلام هذا، شد الكلام، شد الكلام. كي فوطيو عليك 10%، كي فوطيو عليك 15%، سي لا ديموكراسي، سي لا بوليتيك، سي كوم سا كو سبا. مي ما حبيتوش تستعرفوا. المشكل تاعكم راهو انه بديتو في عمل تاع فوضى، راكو تكملوا فيه جوسكو بو. الخدمه تاعكم ما فيها اوكان بلان، كو سوا بوليتيك ولا انتلكتويل ولا ريفليكسيون، يعني اللي الانسان يقدر يتبعها، ولا ايديولوجي، ولا ما على باليش، ما عندكم والو فيها. عندكم راكو نفس المشروع، المشاريع الاولى اللي شفناهم في البلدان الاخرين، وهي اسقاط النظام. هذا ما كان من غير اي شيء اخر. راكم تسناو، راكم تاكلين على بلدان يعاونوكم، راكم تاكلين على الناس يخلصوا لكم دراهم، راكم تاكلين الناس يحميوكم ولا مانيش عارف. هاي كيفاش؟ هذا هو. لو كان كاين بروجي، لو كان كاين بوليتيك، لو كان كاين فهامه، لو كان كاين هضره، لو كان كاين قصره سيريوز، نسمعوا لكم يا سيدي 5 دقائق ونشوفوا كيسكو فو بروبوزي. مي بون افي ريان، غيان ما شونجي. بو مالا مازالوا كيف كيف، بو ساشي مازالوا كيف كيف، بو بسمو مازالوا كيف كيف، الاخرين جبدوا روحتيهم. يا سيدي يا سيدي، انايا منذ البدايه مع رئيس الجمهوريه ومع المؤسسه العسكريه ومع الانتخابات، انا ماشي مليح. قول لي علاش راكو تسبوا في ناس كانوا معاكم منذ البدايه، ومن بعد خداو مسار اخر، من بعد عندهم راي مخالف، علاش تقصيوهم؟ علاش بالعربي؟ علاش كنت تسبوه فيه؟ انا ما نيش معاه بالعربي وضده، هو بصح كان معاكم، علاش راكو تسبوه فيه؟ هذاك اللي يهضر في الانترنت نسيت اسمه، بنوادر، علاش راكو تسبوه فيه؟ بن عطيه، علاش راكو تسبوه فيه؟ علاش راكو تسبوه في هاد الناس كامل؟ خلينا ام سفيان جيلالي، وخلي الناس اللي عندهم دوك احساب سياسيه، علاش راكو تسبوه فيهم يا اخي؟ معاكم في الحراك وراهم ضد النظام الحالي، علاش راكم تسبوا فيهم؟ تازفوا باللي ما عندكمش مشروع سياسي، لان الناس هذه هي حابه بالك ربما دير مشروع سياسي، تدخل في احزاب ولا تخدم ولا تتكلم سياسيا على المشكل اللي كاين في الجزائر. الفو سورتير دو لا كريز بوليتيكمون، با بار اوتر شوز، ماشي بالشارع، وماشي بلي سلوغون دونجورو، وماشي بلي زاكوزاسيون، ماشي بلي ديفاماسيون. الوغ فهموني علاش راكم تسبوا فيهم؟ علاش؟ وحركي واللي اني با داكور يخدم مع المخابرات ويخدم مع كذا، كلام تافه لا ليس له يعني معنى ولا محل له من الاعراب، لا محل له من الاعراب. هذه هي. دونك تفهمت كامل باللي هذه الخطره لو تو بور لو تو، انا عاد قريتها يا الخوا، باللي تفهموا لو تو بور لو تو باش يسييو، وعندهم من عجبتني لا استراتيجي تاعهم، وشنو هي الاستراتيجية هذه تاع
كيفاش يخرجوا الناس، باللي يروحوا يابروشيو الناس اللي عندهم دي بروبليم سوسيو، مشاكل اجتماعيه، هذا طلق، هذا مات، هذا كذا، هذا ما عندوش دراهم، هذا منا، هذا كذا، فهم كيفاش، هذا خصو سكنه، هذا عايش في براكه، هذا ما يخدمش. سا سي اون استراتيجي يعني ديابوليك، يعني ماسيد خاطئ كاع السياسه. لا دينيير فوا جاني الضحك، لا دينيير فوا هذاك العلالمي هذاك ابراهيم راح عند واحد قال ليه مسكين ربي معاه، قال له عندي دراري وعندي لا عندي خاوتي وبابا مريض وكذا ونحوس على السكنه. قال له انت واش تقول؟ قال له انا نطلب الدوله نطلب الدوله تعاوني، ماذا بيا تعطيني السكنه. قال له واش تاني؟ قال له هذا ما كان. يعني السيد ما كانش يستنى يقول الدوله، بيسك يا اخي الدوله هذه والحكومه هذه الليجيتيم، دونك ما تقدرش تطلب منها والو، ما تعطيلكش يا اخي ديكتاتوريه ومانيش عارف انا يا. فهمت؟ بصح السيد طلب الدوله، فهمت؟ دونك الناس هذه هتخدم بهاد الناس هذه اللي عايشه في الميزيريه، تستعملهم لاغراضهم لاغراضهم، هذا ما كان، هذه هي. ومن بعد هما هاد الناس كامل هادو ما يبعث لهم دراهم، عمهم زربوط يبعث لهم دراهم، راشد تبعث دراهم الاجره تاعهم كما قال زربوط. الفيديو هذيك تاع الاجره وكذا ما كانش اللي يهضر عليها، ما كانش ديمقراطي يهضر عليها، ما كانش يا با. اسكو سي با اون بروف ايريفوتابل باللي هاد الناس مجندين وخالصين من عند منظمه راشد ومنظمات ارهابيه في الخارج؟ ما كاش ديمقراطي عنده شو عنيف يهضر على القضيه هذه ويقول صح الناس تخلص تعمل الاجره هذيك، تعمل تاعش الاجره اللي يخلص فلان وفلتان. وما كانش على بالكم على الاول بلي قضيه الدراهم، كان على بالكم بكلش وصافي تو، على بالكم بكلش صافي تو دوبي 2011 على بالكم بلي كاين دراهم رامي يدخلوا، وكانوا يدخلوا، وانا قلت لكم هذيك الخطره كانوا يدخلوا بالدراهم، سمعوا مليح يا الخوه، هذوك غني مهدي وجماعه كي كانوا يديروا التبرعات باش يعاونوا القليل في الجزائر مثلا ولا قفه رمضان ولا الصوالح هذو، يبقى نسبه من الاموال كانت مد يعني يعطيوها لهاد الجماعات هذوما اللي دارت مجموعات خطيره اللي هي تخرج الناس من الشارع وهي اللي دير لانيماسيون وتنشط وتصفق وتطبل ويجبدوا هاد الشعارات هذيك كامل، شعارات تاع الارهاب وشعارات تاع كذا. وشكون هو اللي يوم يفيزيو فيه؟ باينه شكون في المنظمه المؤسسه العسكريه تاع البلاد هي الاخر، ما كذب عليك ماشي رئيس ماشي والو، المؤسسه العسكريه تاع الوطن تاع الجزائر هي اللي راهي في لا لين دو مير، لازم يكسروها، لازم يحطموها، لازم يضربوها، لازم يسبوها، لازم ينوضوا الشعب ضدها. وهذه الغلطة تاعهم كبيرة داروها في 2019 هم يعاودوا لها دوك. على بالكم باللي الجزائريين في الجزائر النار على فيهم على الكلام هذا تاع الإرهاب. إيه فاهم أنت كيف يقول لك كيفاش تسبلي دوك مؤسسة عسكرية؟ كل الجزائري يشوف الشعب الجزائري يهضر معاك يسب معاك يجي يكسر معاك يعيط يجي يشطح يصور يدير سيلفي يجي يكحل يجي يدير بزاف أمور، ما تقصاش راسك تو تيران. تدنا للمؤسسة العسكرية يشلخ بيك العرف يجبد بيك الحصيرة ديرك، ما تقدرش تعرف كيفاش، علاش؟ لأن الجيش والشعب خاوة خاوة، هذه اللي ما فهمتوها، هذه اللي ما فهمتوها. وكي تهضر هكذا يجي لك واحد حابس يقول لك احنا ما راناش نسبوا في المؤسسة العسكرية، واش راك دير مالا وماشي نتايا هما، وعلاش ما يديكش النيف عليهم؟ وعلى ما تهضرش؟ على ما تقولش لا ما لازمش تجي لعندي انا تسبني، تجي تسب سيادك، اقعد لا تيبي انايا اقعد تفاصيل، على بالي بلي نوجعكم في الهضرات الفاصون هذه. دونك يا اخوان هذا واش حبيت نقول اليوم، زياره خفيفه كونت اسكو واش قال لي هذا شنو فيه فيديو باب الواد يا سهل سهل ندير لكم فيديو باب الواد يا با بروبليم، موالف ندير فيديو في باب الواد، انا من داير راني دايرهم ولا حبيتو نديرها يا با بروبليم زيد.
اش في كومنتير ولا في كابيلا جيري انفونتو توما كي بو ريفي مام نشواليتي دي دون فرحات مهني يا لطيف فرحات مهني والخماج هادو حبهمش انا ليتا اوني لاجيري اوني انديفيزيبل 100% معاك خويا. مرسي عليك اختي فاضلة بلمزية، ربي يعاونك ربي يخليك خويا. اش سي او بلا ما كانش تعليق نواجبو عليه ولا نروح خلاص سي بون بركات. المخزن فينونس الحراك انسيك دي زورغانيزاسيون انسيك منظمات ارهابيه، ودوكا ندخلوا فيها كامل المؤتمر الامه كامله مي كامله في مي فينونسيو. او لو كان شوفوا لو كان ما كاش دراهم دوكا ما كاش حراك، و يجب خروج مساندة الجيش. انا اللي معاك في هذه يا خويا وهران وهران، اللي معاك في هذه صح. اني قلت لك وعلاش، قلت لك المشكل وين راهو. المشكل هو الجزائريين، اسمعني مليح، الجزائريين اللي ضد هذه الفوضى هذه وهذه الخردة هذه اللي انا اشوفه فيها. الجزائريين اللي ضد هذا الشيء ما بيهمش الخروج، ما بدا به يروح يخدم، ما بدا به يافونسي. يقول لك انا راح نعيط وكذا، يقول لك انا يا يقول لك انا يا راني مع بلادي، راني مع وطني، واني نعمل. يقول هذه هي لا ريفولوسيون تاعو، هذه هي بور لوي سي اون بير دو طون، واش نخرج ندير؟ بصح سي فري راني معاك مليح، يعني نهار وين الجزائريين والجزائريات يخرجوا بقوة لمساندة المؤسسة العسكرية وضد هذه الفوضى العارمة اللي راهي تصرا في البلاد، كما خرجوا في وقت في هذاك الوقت الإرهاب، كيما وكيما وكيما وكيما. السبب الثاني أظن أن الجزائريين بزاف يخافوا شوية، يخافوا لأن التخوين وهذوما صعاب في التخوين، حنا موالفينهم. احنا دوكا عندي 10 سنين في اليوتيوب، يجي لي واحد يهضر كذا نبدا نضحك، صح. ناس واحد اخرين واحد خاطئ كذا تقول له انت حركي وانت كذا، يسخى شوكي مسكين، سورتو المراه ولا راجل ولا فهمت. شفتوا شو صراو في نهار الفوت؟ الناس بدات تبكي، الناس بدات تبكي. ايزون اغريسي دي فام، ايزون اغريسي دي فيو، ايزون الناس ايزون كومونسي ا بلوري. كي موالفين ما يعرفوش، كيقول كيفاش ديمقراسي ولا شكون فينا مورا ديكتاتور، نتوما ولا هما ولا ما فهمتش. وتخلطت له دونك ديكو يقول لك انا ما نخرج ما والو. مي صحيح لو كان نقدروا نورغانيزي اون فري سورتي، و سا سرا فريمون اون سورتي فهمت، اللي راح تزعزع كامل البلاد، سا سخي بيان. شنو لا ماجوريتي سيلونسيوز يفو كيل سامبليك، كيفاش سامبليك مانيش عارف. ما نقدرش كذلك، ما نقدرش نحرض الناس للخروج الى الشارع، ما نقدرش نقول نتكلم باسم الناس. لازم ان ترافاي يفو فير ان سونداج و فير ان فوت، اسكو لي زاجيريان سون داكور بور سورتير، خروج الى الشارع لمساندة المؤسسة العسكرية. فهمت، هذه هي الخروج تاعهم. رانا نشوفوه، رانا نشوفوه في التعليقات، رانا نشوفوه في الفيسبوك، رانا نشوفوه شعب عظيم كاع معاش الجيش تاعو، ما كاش دم 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 الرقبه. مي باش نقول لك الخروج الى الشارع، يقول لك بالك نديروا فوضى، فهمت. الناس على بالك الجزائريين احنا وطنيين نحبوا بلادنا، نخموا على كلش، نحاضروا على الناس، نخافوا على الناس يدخلوا السبيطار، اللي يروحوا للمسيد، اللي يروحوا كذا، بالك نجيني وكيفاش ندير وكيفاش ما ندير. الاخرين فوضى يخرج برك، خلي الناس تموت على بالوش. والمنشط نتاعهم عندهم دراهم خالص اون جينيرال، كامل اللي يتمشي ويمشي ويعيط ويزكي، وكامل السالاري عنده الشهريه تاعو داخله وما عندوش بروبليم. فهمت دونك ديكو يفو ريفليشيغ، لازم نخمو لها. مي حنا نقولوها على كل حال دائما مع المؤسسه تاعنا الجزائريه خوا خوا للممات. هذه هي الخوا، اشكركم على حسن الاتباع، يعطيكم الصحه اللي جيتوا، بارك الله فيكم، وان شاء الله نروحوا للامام ان شاء الله. ان شاء الله يكون غير الخير، نتمنى لبلادنا غير الخير. ودائما نقول باللي انا مانيش جينيراليز، با كاين ناس ملاح، كاين ناس راهم يخرجوا ناس ملاح خاطئهم، انا مانيش نقول كامل ماشي ملاح، كل
الاخرى نعاودها بصح على غالب الناس ما تفهمش، يقول لك لا تكتب فينا وكذا. نو 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 اعطيني صحيح تيتو خويا. قلت لكم دونك ان شاء الله يفو كونتينيو الترافاي، فو كونتينيو الترافاي، فتهلاو في روحتكم. ونورمالمون بالك سو سوا ان شاء الله يكون لايف نورمالمون تاع جزائر هوب، نورمالمون كاين لايف سامدي اليوم. وي فوالا باسكو كنت مشغول شويه ايام اللي فاتوا، ما كنتش مانيش نتبع 100%، مي نورمالمون كاين لايف، تبعوه بارطاجيو بوغ اسيي نشوفوا نخرجوا بحلول ان شاء الله فيها خير ان شاء الله يا خوا. تهلاو في روحتكم، اي المره الجايه ان شاء الله. اي السلام عليكم، بالك غدوه ولا تحيا الجزائر دائما وابدا، تحيا الجزائر. خافوش الخوا، الجزائر عندها الفحوله تحول الفحلات، الجزائر عندها الناس اللي واقفين وسهرانين، والله ما يكون والو ربي ان شاء الله حاجه ما تزعزع. اخرج عيط بو مالا بو لاخر بو كدا بو عيط ازقي ونحن وانما، والخرطي تاعك ما دير والو. الجزائر صامده برجالها وبنسائها في الانترنت في لوتيران في كلش، باش تحطم الجزائر ان شاء الله بربي والله ما تحطمها هذه، واللي يحب يحطمها نحطمها هذه، لازم تديرها في بالك. تهلا في روحتكم، ميرسي بلانش، تهلا تهلا في روحتكم، تحيا الجزائر، اي على بروش ان شاء الله، السلام عليكم.